اهلا بيكم. كنت عايزكم تشوفوني وانا واحمد سالم قاعدين بنتفرج على ماتش الزمالك وطلائع الجيش على القهوه. المفارقه ان الزمالك جاب جون، انا قاعد ساكت واحمد يهيص. طلائع الجيش جاب جون من هنا، وخاصه الجون الثاني قمت سقفت، بصيت حواليا ما لقيتش حد بيسقف، اكتشفت انا الاهلاوي الوحيد اللي قاعد في الكافتيريا. بس ابو حميد انا كنت بتصور ان انت اكيد هتبقى في داري وهتحميني، انسى ولا في حاجه زي كده. ابيعك في لحظه، هيبيعني يعني، هيبيعني بيعه. ليه الغل والحقد؟ ما تسيبنا نكسب. يا انت تبقى اهلاوي يا انت تبقى اهلاوي، من الاخر يعني عشان نيجي البرنامج ده بيقولوا ان اللي بيقدموا فيه اهلاوي. انت اهلاوي يا ياسر؟ والله انا واقف على الحياد، خلينا نتفرج. مشكله ياسر معانا في البرنامج ده انه على الحياد، بس لازم يدخل في الموضوع معانا يا اخوانا، خاصه ان احنا بيقولوا لي ياسر خلايا نايمه يعني. مش بعيد. والنبي هيطلع في الاخر زملكاوي وانا قاعد بين اتنين زملكاويه والدنيا كده. خلينا نتكلم في موضوع مهم لفت انتباهنا احنا الثلاثه النهارده يا اخوانا. في تصريح طالع على لسان الدكتور عمرو الورداني المشرف على برنامج المقبلين على الزواج بدار الافتاء، بيقول ايه؟ بيقول ان دار الافتاء بتصدر سنويا 700,000 فتوى، لحد كده زي الفل العادي. ومش شرط الفتاوى تبقى المصريين جوه القاهره بقى، يعني مصر لا، ممكن يبقى بالخارج. المفارقه بقى ان 65% من الفتاوى دي تتعلق بالطلاق. 65%، يعني انت بتتكلم في 450,000 فتوى سنويا الناس بيسالوا فيهم عن احوال الطلاق. الطلاق قضيه رئيسيه في المجتمع المصري. احنا بنتكلم يا اخوانا حسب بيانات مركز المعلومات لمجلس الوزراء عن ان احنا الاولى على مصر، الاولى عالميا في الطلاق. احنا عندنا حادثه طلاق كل 4 دقائق. ربما ده اللي خلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يوجه رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر ويقول له لو سمحت شوف لنا حل فيما يتعلق بالطلاق الشفوي. هيئة كبار العلماء اجتمعت وقررت أن الطلاق الشفوي بإجماع الأئمة من أيام الرسول حتى تاريخه، لا الطلاق الشفوي بيقع. بس النهارده مثلا والواحد عمال يقلب كده في القنوات لقى إحدى المتصلات الفضليات بتتصل بالشيخ خالد الكندي، بتقول له جوزي طلقني مرتين يا ياسر، يعني طلاق شفوي. قال لها هذا الطلاق لا يقع، وانه هو عايزه يطلقك يبقى لازم يطلقك عند المأذون. السؤال اللي انا عايز اقوله لحضراتكم النهارده، فعلا انا في النهايه مسلم عادي، مش شرط اكون فقيه في الدين، بس لما الاقي هيئه كبار العلماء بتقول لي الطلاق الشفوي يقع، ثم اجد ان عالم ايضا ازهري قيمته كبيرة زي الشيخ خالد الجندي بيقول لك لا الطلاق الشفوي لا يقع، احنا هنعمل ايه يا اخوانا وسط هذا الجدل؟ قضية الطلاق قضية مهمة، بس انا عايز دلوقتي فعلا لازم يتحسم طلاق شفوي يقع ولا لا يقع، ولا نعمل زي ما قال الفقيه دكتور سعد الدين الهلالي ان على الزوجة وهي بتكتب الكتاب وعقد القران ان تشترط ان جوزها لو عايز يطلقها يطلقها عند المأذون. هنعمل ايه يا ياسر؟ والله هي مشكلة عويصة، لكن هيئة كبار العلماء اتكلمت في القصة ديت. يظل أنا عندي مشكلة مع فكرة استسهال فكرة هدم الأسرة وتمزيقها. ديت مشكلة كبيرة جدا في المجتمع. هل هي من الأساس الاختيارات غلط؟ هل ما فيش توافق؟ هل مش متدربين كويس على التعامل؟ المشكلة لازم يا جماعة نفهم يعني إيه بناء مؤسسة زوجية، بناء علاقة زواج. الفكرة الزواج في الأديان اللي هي السكن والرحمة والسكينة، يعني هي مش 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 علاقة بين شخصين فقط، هي علاقة بين نواة أسرة هتكبر وتنمو وتكبر الشجرة وتتفرع. بالتالي لابد احنا نفهم يعني ايه العلاقة بين الطرفين، ازاي نحافظ عليها ونعدي المطبات واحيانا الحواجز اللي بتحصل في الزواج. طيب انا قبل ما اقول رايي ناخد بس معانا دكتور عمرو الورداني المشرف على برنامج المقبلين على الزواج بدار الافتاء. دكتور عمرو مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك واهلا بالاستاذ محمد واهلا بالاستاذ احمد واهلا بالدكتور ياسر. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور عمرو، ما مدى صحه الرقم نفسه؟ او يعني الرقم كان صادم بالنسبه لنا ان 700,000 فتوى منهم 65% عن الطلاق. احنا خلينا نقول الرقم اللي هو الاقرب اللي ممكن نتعامل معاه بشكل دقيق، هو الرقم اللي بيقول ان احنا عندنا بكل شهر 3200 فتوى طلاق ما بيقعش منهم الا حالتين او ثلاثه.
فدوت الرقم الصحيح اللي بيطمن الناس كتير جدا جدا على مستقبل الاسره المصريه، بس ده في الحقيقه ما بيطمنهمش على مقدار وعيهم. خلينا نفرق من بين حاجتين، ان في مؤسسات حفظ وتامين للمجتمع، والحمد لله هذه المؤسسات تقوم بدورها ووظيفتها بشكل كبير، لكن ده ما يعنيش ان احنا في كامل الوعي في الكلام اللي حضراتكم تفضلتوا فيه من دقيقه واحده بس، ان احنا ما نستطعش ان احنا نقيس بده معيار مقدار الوعي في المجتمع بمدى اهميه هذه الاسره. انا سمعت، انا مش عارف كان ده كلام الدكتور ياسر ولا الاستاذ محمد احمد، ان احنا بنتكلم على اللجنه، لا الاسره في الحقيقه احنا تعودنا في حاجه مهمه جدا جدا في مساله الكل والجزئي، ان الاسره ديت هي مجتمع في الحقيقه. فاذا احنا حافظنا على الاسره احنا بنحافظ على المجتمع. فالاسره فيها المجتمع كاملا، ولذلك احنا لما بنيجي نقيس متى تاثير التغير الاقتصادي او مدى تاثير اختلال منظومه القيم، اول حاجه بنقيسها في الاسره. متى تاثير وجود تيارات متطرفه او اي شيء بنقيسه في الاسره. طيب اسمح لي دكتور عمرو بس، دكتور عمرو اسمح لي بس اقطع حضرتك، هل يجوز شرعا، هل يجوز شرعا ان احنا نقدر نشترط على كل عريس وعروسه مقبلين على الزواج انهم ياخدوا دوره تاهيليه للزواج، وانهم شرط الاتمام عقد القران انهم ينجحوا في هذه الدوره، ولا ممكن يطعنوا على ده امام القضاء؟ لا خلينا نقول كلام مهم بده. احنا عندنا كم من التقنينات الموجودة وليس لها ظهير من الرأي العام وظهير مجتمعي. أنا شايف إن المسألة لازم تكون في شكل بارز، لازم يكون في شكل متوازي، لازم ننشئ وعي يدعم وجود إصدار هذا القانون، وساعتها القانون هيبقى الرأي العام هو اللي بيطالب بيه. إحنا في الحقيقة لابد أن ننشئ ظهير مجتمعي لكل القوانين التي تدعم ترميم المجتمع المصري. فانا هو ده اللي احنا بنحاول نعمله في دار الافتاء المصريه، بنحاول نعمل وعي. اما مساله تاسيس استصدار قانون فدوت احنا لا نرفض ولا نطلب، لكن المساله ان احنا نستطيع نمشي فيه هو مساله الوعي دي، لان الوعي زي ما حضرتك عارف دي من الصناعات الثقيله. طب دكتور عمرو هستاذن حضرتك برضو عشان المشاهدين يفهموا، ما هي طبيعه برنامج المقبلين على الزواج؟ عباره عن ايه البرنامج ده؟ وهل هيفعل بشكل مثلا اجباري ولا اختياري؟ احنا بنسعى ان احنا نخلي البرنامج ده برنامج عام، برنامج عام على الجميع. احنا بنقول البرنامج عباره عن ايه؟ نحن اذا اردنا ان نصف البرنامج في الحقيقه هو برنامج انساني. يعني ايه انساني؟ يعني انتوا لما حضراتكم تسمعوا ان في برنامج لتاهيل المقبلين على الزواج في دار الافتاء المصريه، يعني ايه اللي السر؟ طيب ايه الصوره الذهنيه اللي هتاتي في اذهاننا؟ ان الصوره الذهنيه ان هو برنامج شرعي. لا، البرنامج ده نسبه الماده الشرعيه اللي فيه 1 على 10 او 1 على 12 من ماده البرنامج كله. نعم. لان احنا تعاملنا مع الانسان بان هو متعدد الجوانب. فاحنا بنتعامل معه من الجانب النفسي، بنتعامل معه من الجانب الاجتماعي، بنتعامل معه من جانب التنميه الذاتيه، بنتعامل معه كمان من جانب الجمال، ونتعامل معه كمان من جانب يجمع كل ده. فاللي هو في الاصول العشرة في قواعد في حسن العشر. وصل يا فندم فكره حضرتك دكتور عمرو. نعم؟ وصلت فكرة حضرتك، ونتمنى يكون البرنامج ده فعلا يكون هو أحد الحلول المطروحة للسيطرة على أزمة انتشار الطلاق. دكتور عمرو الورداني المشرف العام على برنامج المقبلين على الزواج، نشكرك شكرا جزيلا. خلينا برضو احمد ننوه ان الفقرة متاحة للسادة المشاهدين، قولوا لنا ارائكم ازاي نقلل الطلاق، هل تؤيدوا فكرة ان يكون هناك برنامجا مؤهلا لكل عروس وعروسة، وانهم لا يتم عقد القران الا باجتياز النجاح فيه؟ اتفضل احمد. بص مش يعني مش عايز اكون محبط او يعني اقول لكم حاجة تزعل، بس هو الموضوع ما يتحلش كده خالص. يعني انا من وجهة نظري في حاجات فوقية، يعني في حاجات لازم اقول اعمل يا حكومة كذا، اعمل يا برلمان كذا، وفي حاجات يعني من تحت او من الشعب نفسه في دماغنا. زي ايه؟ في عيوب في دماغنا زي حاجات كتير قوي. انت عندك اصلا مقاييس ومعايير اختيار الزواج اصلا في مصر خاطئة تماما. يعني معايير الاختيار لما بنت يجي لها عريس يقول لك طيب وابن حلال، هو انا ما بقولكيش هو راجل مش مقدم في رحلة حج عشان تقولي طيب ولا مش طيب، ده راجل عايز يتجوز، هل في قبول ولا لا؟ لازم نغير مفاهيمنا ان النهارده لازم يكون في يعني اتفاق اولا في الدماغ
الراجل ده مش انا ما حدش بيتغير بعد الجواز يعني نفسي يعملوا يافطه كده ولا قبل الجواز نفسي يعملوا يافطه في الطريق الصحراوي كده الطريق الزراعي يقولوا للناس ما حدش بيتغير بعد الجواز البخيل بيفضل بخيل والعصبي بيفضل عصبي مش معنى ان انا المجتمع حاطط سن للولد والبنت زي علبه السلمون ولا زي علبه الدواء ان عند 30 او عند 35 يبقى خلاص المجتمع بيوصمه بعار العنوسه ان انا مضطر اتجوز قبل السن ده ولو دورت في الطلاق هتلاقي ان اغلب الطلاق كله في مرحله سنيه اللي هم كانوا عايزين يتجوزوا خلاص اهالي مقاييسها الولد ده عنده شقه مستواه كويس طب ممكن يروح لو هو عنده وظيفه كويسه ممكن يتفصل منها هيبقى ايه هيبقى ممكن طبعه سيء ففعلا احنا محتاجين موضوع الطلاق ده هنا المشكله في نفوخنا احنا اللي هو فكره التاهيل اللي قال عليها الدكتور لا. عمر فكره طريقه معايير اختيار الزوج والزوجه للاسره المصريه لازم تتغير تماما من اساس الاساس يعني البنت لو فضلت لغايه 35 سنه ما لقيتش واحد تحبه ما تتجوزيش يا ستي او ما لقيتش شخص مناسب بعد عن الحب وعدم لا وتحبه هو الحب مش عيب لا يعني بص خليني ما انت ممكن ترتاح اصل المفاهيم الحب عارف للجيل الجديد يعني ان انا لما اشوفه خلاص قلب عمال يدق وعمرو دياب وكلام بس عايزين نقول الحب الرومانسي يعني الحب بس سنتين وبيخلص يعني لا والله ابدا بص القبول والحب الى حد ما انت مش يعني في اوروبا مثلا احنا مش بنقتدي بيهم اخلاقيا عشان ما حدش يقول لك انتوا بتروجوا الفكر الغرب بس هم بره سنجل مذر لا يا بعد الشر يا عمرو ربنا يكفي ناس شر يعني اوروبا بيفضلوا يدوروا وطبعا في حته غير اخلاقيه ما تمشيش معانا بس ما بياخدوش قرار الانجاب مثلا او الجواز غير لما يكون هو ده الشخص اللي انا هكمل معاه حياتي انت هنا يجي عريس يلا يا عم عايزين نفرح بيها تجوزها وتخلف وبعد ما تخلف تلاقيها بتقول لك اسباب موجوده من قبل كده طب احمد بيقول لك ان بره ياسر وهم بعد ما بيتجوزوا بيبقوا واخدين قرار انهم ما يخلفوش الا بعد ما يشوفوا هل هم متوائمين ولا لا والله هو احيانا بيبقى صح جدا ومهم جدا انا شخصيا يعني ما اخبيش عليك انا دايما بقول للناس المقربين مني ولو يا جماعه ما تفكروش في مسألة الإنجاب ديت إلا ما تكونوا فعلا حسيتوا بدرجة ما من الاستقرار عشان ما يبقاش في أطفال في النص تحصل لهم مشكلة. طب أمها لما تقول لها إيه ده؟ هي دي بقى المشكلة. هي أمها دي هي السبب. هي دي المشكلة بقى. وهجيب لك الدكتور. لا ارجع بقى ورا أمها لما تقول لها لازم تسكني جنبي. أمها لما تقول لها لازم تبقي شبكتك زي بنت خالتك وعندك نيش زيها. أمها لما تقول لها أنت إزاي اتأخرتي في الحمل يقولوا عليك أمها 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 اللي هو صوت المجتمع. هي دي بقى المشكلة الصدى ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا عندنا مشكلة إنه الزواج بيبقى فيه عدة أطراف داخل البيت الواحد، خارجية، أطراف خارجية، أمها وأمه، أبوها وأبوه، العيلة، الجيران، الأصحاب، يا جماعة أنتوا اتنين ابتدوا اتنين، ما تخلوش ناس كتير زي ما بيقولوا كده في التعبير الأجنبي ناس كتير معاكم في غرفة النوم. طب بعد إذنك نروح نسمع رأي السادة المشاهدين، معايا محمد من الشرقية، اتفضل يا أبو حميد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. والله يا استاذ محمد انا كنت عاوز اخش في الموضوع بتاعكم بس عشان خاطري انت كلمتني قبل كده تبع ال 5% المعوقين والعبله اللي كانت معاك مش كلمتني وخدت رقمي ومحدش كلمني اللي هم 5% إيه؟ انا كان معانا 68 جنيه كل شهر فجالنا 5 سنين انا كان معانا عضو مجلس شعب محمد قلت لي عشان خاطر كنت تعمل حالك عشان المعوقين حاضر حاضر يا محمد حاضر هذكر دكتورة رانيا علواني بده هرجع لأصل الموضوع انتوا الاثنين هل تتفقوا على فكرة ان جزء من الدولة او الحكومة ما هي دلوقتي اللي اشترطت يا احمد انك تحط صورتك 4x6 ملونة وصورتها في الشهادة ما ده الحكومة هل نعمل فكرة انك تاخد دورة وانت مقبل على زواج الكنيسة بتعمل كده بالمناسبة لا ممكن تعمل حاجة تانية ممكن تعمل مثلا يعني اقول لك حاجة مثلا العجز الجنسي نعتبر ان هو مثلا من 10% من اسباب الطلاق صح تقريبا 5% مش عايز اقول احصائي انا مش مسؤول عنها بس هو نسبه لها قيمتها في الاسباب الطلاق ماشي طب ما تعمل كشف قبل الزواج اجباري للقدره الجنسيه والصحه الانجابيه كل حاجه خلاص الأمراض. تاني حاجه الصحه الانجابيه اعمل كشف اجباري قول لي الراجل ده مش هيخلف هي ساعتها بقى اللي هتتجوزه دي لها كل الحق تختار يعني نبدا ناخد حاجه حاجه كده نقسمهم بحيث ان ما يحصلش عمليات الخديعه اللي بتحصل بعد الجواز يقول لك ايه اصله ما بيعرفش طب ما هو انت ما بيعرفش دي ما مجتمعنا لن يسمح بيها غير انها بالكشف الطبي عايزين برضو ننوه ان الفقره الاخيره النهارده معانا دكتوره براءة جاسم وهنناقش فيها ازاي تختار او تختاري شريكه الحياه
هرجع لقصه هل توافق على ان احنا ناخد دورات مش انا وانت بقى خلاص؟ لا خلاص المقبلين على الزواج يمكن لا فكره أحمد. لا لا هي فكره الزواج التاني يعني سواء بقى دورات تاهيل او اشتراط انه فكره انه يبقى في توعيه ثقافيه او حتى اللي بيقول عليها احمد ونطورها فكره يبقى فيه لازم يتاكد من صحه كل طرف من الامراض اللي موجوده من لدى كل طرف قدره الطرفين صحيا لانه احيانا وراثيا وجينيا وحاجات دي ممكن تسبب تاخر الانجاب او عدم ابنك راح يتجوز واحده ابوها قال له هات لي شهاده صحيه انك قادر على الانجاب المفروض ده يحصل العقليه بتاعتنا توافق المفروض ان ده يحصل عندنا قانون ولازم نقبل احسن ولا يجي بعد كده يعمل قضيه طلاق عشان ما بيخلفش ولا هي ولا هي غلط اذا احنا محتاجين نواجه انفسنا كمجتمع بص لازم نبص مع احترام لاحمد فكره في المرايه هو لازم نبص في المرايه لازم نشوف مشاكلنا ونواجهها مالكش دعوه بالمرايه عشان ما بقول لك يا احمد خلاص تبع مرايه برنامج احمد اللي كان مكسر الدنيا في رمضان وكنا قبل الفاصل احمد بيتكلم عايز يعمل برنامج ده تاني قلت له في المشمش لو طلعت لوحدك خدني معايا هيبقى في المرايه انا وياسر معاك نحط مرايتين ثلاث مرايات يا مرايه ناخد سمر من منوفيه اهلا وسهلا سمر اهلا بحضرتك اتفضلي انا بس عايزه اعمل مداخله في ان الجواز مش موضوع حته الطلاق ده في ان هما مش متفاهمين ظروف في ظل الحياه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي والغلا واللي احنا عايشين فيه بيسبب الطلاق ده في حد ذاته بيسبب الطلاق لوحده بص يا سمر هتفق معاكي في جزء لكن في اسر اغنياء ومرفهين وعندهمش اي مشاكل ماديه وبرضه بيطلقوا بعد اسبوع ماشي بس ده بيبقى يعني ايه يعني نادرا انه بيحصل وحتى لو حصل ده بتبقى هي مش قادره تتحمل بمعنى اصح لان احنا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي نسبه الطلاق بقت عاليه جدا بسبب الظروف والماديات يعني كاسره مش عارفه تعيش اصلا يعني الاسره بتبقى الزوج شغال والزوجه شغاله ومش قادرين يعيشوا بالغلا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والحكومه مش قادره ان هي تاخد حتى قرار بان الاسعار دي تنزل شويه بان يساعدوا المواطنين اللي هي مش لاقيه تاكل. على العموم انا بطمنك احنا معانا السيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه النهارده وجاي والحلقه والقعده والليله النهارده كلها على الاسعار. يعني هي تعتبر اعتبريها رساله البرنامج ان احنا مستمرين لغايه ما نشوف حل في الاسعار. بنطمنك يا سمر. عموما هي قضيه شديده الاهميه لان هي بتمس عصب مهم وعصب عاري حاليا في المجتمع المصري. اعتقد من المهم جدا ان كل واحد يحكم عقله قبل ما انه حد تاني يحكم او يتحكم في حياته. الان يعني اللي بتمناه انه الناس كلهم يفكروا كويس جدا لانه القرار بايدك في الاول بس بعد كده ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل ويضغط عليك كمجتمع. لا هم انا هفكروا كويس جدا مش لحظه هو بايده يعني بيقول له اوعى تتجوز كده ياسر بيقول لك القرار بايدك يعني بيقول لك ما تتجوزش. عايز اركز تاني واقول ان الكنيسه الارثوذكسيه في مصر بتعمل هذه الدورات وهي دورات اجباريه للمقبلين على الزواج. يمكن انا مش فاهم يعني مثلا بيلبسوا تريننج العروسه والعريس لا بيدي له تاهيل تثقيف يعني وتثقيف يعني ايه زواج لكن مفيش رياضه في الموضوع مفيش رياضه في الموضوع يعني هنطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معانا السيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه. الحوار معاه هو سؤال واحد الاسعار ام الاسعار هتنزل امتى؟ لا الفقرة الجاية أخبار؟ طيب طلعونا فصل.